السادة الحضور، السلام عليكم. نعم، عنوان المداخلة هي كيفية التربية الروحية في المدرسة العلوية الدرقاوية الشاذولية تأصيلا وتجديدا. وقد اخترت الكلام عن كيفية التربية الروحية في هذه المدرسة لأنها هي الأساس الأول والمركز القطبي الذي تنبثق منه كل دوائر النشاطات الأخرى، وهي التي تضمن استمرارية المدرسة عبر آفاق الأزمنة والأمكنة متوارثة جيلا بعد جيل. فلولا التربية الروحية التي تلقاها الشيخ أحمد العلاوي عن شيخه البوزيدي رضي الله عنهما لما أقيم هذا الملتقى الذي يظهر فيه مدى إشاعة تلك التربية المباركة في آفاق الشرق والغرب، كما تشهد عليه هذه الوفود القادمة من أقصى القارات لتشارك في هذه الذكرى المئوية الميمونة. وإنه لمن التوفيق الرباني أن يتمحور موضوعه حول جانبين متكاملين، يعني موضوع هذا الملتقى هما الإنسان ومحيطه، أي الإنسان الرباني الخليفة لا الإنسان الحيوان كمركز، والكون كمحيط لدائرة الوجود. أو بعبارة أخرى، الجانبان هما التربية الروحية التي جوهرها نقاء النفس الإنسانية ونقاء الوسط الكوني الذي يعيش فيه البشر. فنقاء هذا الوسط ما هو إلا نتيجة مباشرة لنقاء نفس الإنسان، والعكس بالعكس، ولا سبيل بتاتا لإصلاح البيئة المتفاقم تلوثها إلا بإصلاح الإنسان الذي تفاحشت غفلته وطغى انحرافه. إذ ليست البيئة الكونية سوى انعكاسا خارجيا لهيئة النفس البشرية وفق القاعدة القرآنية: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأمتنا اليوم في أمس الحاجة لإحياء التربية الروحية الإسلامية النقية تأصيلا وتجديدا في عصر هيمنة الكم وتقديس العارض التافه وطغيان التدجيل الداخلي والخارجي والتباس المفاهيم. وبهذا الإحياء ينشأ أنسب إطار ينشل من أوحال التخلف المانعة ويصل أوشاج الأرحام المتقاطعة ليلتئم الشمل في عين الوحدة الجامعة، عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً. والدفق الغزير الصافي لهذه العين لم يزل فيضه مستمراً عبر الأجيال بفضل أئمة الطريق عبر سلاسلهم الذهبية ثمارها غير مقطوعة ولا ممنوعة. ولا ريب أن من أصف مناهل ذلك الدفق وأعظمه غزارة وأوسعه فيضاً وأطوله امتداداً عبر العالم الإسلامي منذ نحو 7 قرون منها المدرسة الشيخ أبي الحسن علي الشاذولي قدس الله روحه. ولا شك أن أعظم دفق لمد هذه المدرسة خلال القرنين السابقين وقد عم المغرب والمشرق إلى أقصاه هو الدفق الدرقاوي عبر الفروع الكثيرة للطريقة الدرقاوية التي فاضت من فاس ونواحيها على يد الشيخ مولاي العربي الدرقاوي رضوان الله تعالى عليه، وامتدت سلاسل خلفائه الكثيرين شرقا وغربا ولا تزال إلى يومنا هذا في مزيد إشعاع واتساع. ومن هذه السلاسل المباركة ظهرت الطريقة العلوية لإمامها الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة، ومعالم منهاج تربيته الروحية وثمراتها مبثوثة في كتبه ورسائله وأشعاره ومكتوبات خلفائه. ومن كتبه أخص بالذكر المنح القدسية في شرح المرشد المعين بطريق الصوفية الذي شرح فيه الدلالات العرفانية والروحية لمنظومة ابن عاشر في التوحيد والفقه والتصوف، وكتاب المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية الذي شرح فيه حكم أبي مدين شعيب الغوث، وكتاب معراج السالكين ونهاية الواصلين الذي شرح فيه قصيدة لشيخه محمد بن حبيب البوزيدي المستغان. هذا وإن الأصل القرآني الثابت للتصوف السني وفروعه المتجددة هي التي جعلت مفكراً معاصراً غير متصوف ولكنه منصف، وهو الأستاذ عباس محمود العقاد يعرف التصوف في كتابه الذي عنوانه الله، فيقول عن التصوف: هو العبقرية الدينية إذا بلغت التأصل والابتكار. هذا التأصل الذي عبر عنه الصوفي الأصيل مجاهدنا الشهير الأمير عبد القادر في المواقف، حيث يقول: أهل طريقنا رضي الله عنهم ما ادعوا الإتيان بشيء في الدين جديد، وإنما ادعوا الفهم الجديد في الدين التليد.
وللتأصيل والتجديد بعدان، بعد عمودي وآخر أفقي. العمودي صاعد إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر في صحبة والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفق سبيل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لتحقيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبالثبات في هذا البعد العمودي ينشأ البعد الأفقي ليسعى، فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وفق منهاج، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن عمليا كيف يكون التحقق بهذين البعدين، العمودي أولا وبعده يأتي الأفقي؟ الجواب معروف ومعمول به عند القوم، ألا وهو الانخراط في طريق التربية الروحية الإسلامية الأصيلة. وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من الطرق، وهي طريق التبرك، طريق الإرشاد، وطريق التربية والترقية، وذلك حسب مستوى شيخ الطريق. فشيخ التبرك هو الذي يبلغ أوراد الذكر لمن يطلبها بإذن مسند صحيح، ويقف دوره عند هذا التبليغ، وينال الآخذ عنه بركة النسبة لسلسلة الشيوخ الصالحين المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينال ثواب وأنوار الأذكار التي يلتزم بها. وأما شيخ الإرشاد فزيادة على تبليغ الأوراد كشيخ التبرك، يسعى لإرشاد تلاميذه إلى مكارم الأخلاق ودوام الذكر وصفاء الباطن، وينفث في قلوب أهل الاستعداد منهم عوارف معارف وأنوار مقامات. فشيخ التبرك يدل على مقام الإسلام، وغايته علم اليقين والإشراف على النفس المطمئنة. وشيخ الإرشاد يرشد إلى مقام الإيمان، وغايته عين اليقين والإشراف على مقامات القلب الراضي المرضي المستنير بدوام الذكر. وأما شيخ التربية والترقية فيرفع إلى مقام الإحسان مشاهدة في مقام أن تعبد الله كأنك تراه، وللصادقين من مريديه حق اليقين وحقيقة المعرفة عبر معارج الولاية الكبرى إلى التمكين في مقام القرب. يذكر الشيخ أحمد العلاوي في كتابه المنحة القدسية وصفا لهذا الشيخ المربي نقلا من كلام لابن عطاء الله السكندري الخليفة الثاني لأبو الحسن الشاذلي، فيقول، يعني كلام لابن عطاء الله نقله الشيخ العلوي، يقول الشيخ المربي يقول عنه: ليس شيخك من استمعت منه، إنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، إنما شيخك من رفع بينك وبين ربك الحجاب، وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك من نهض بك حاله. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى. شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك. نهض بك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه، ولا يزال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقالها أنت وربك. هنالك محل الولاية لله، ومواطن الهداية من الله، وبساط التلقي عن الله. لكن لهذه التربية شروط. ما هي شروطها؟ أول شرط في التربية هو الالتزام ظاهرا وباطنا في جميع الأحوال بالشريعة التي هي أساس ومنهج وغاية الطريقة، ويكون الفتح في الحقائق بقدر هذا الالتزام الذي هو أعظم كرامة يوفق لها العبد. وفي هذا المعنى يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي: من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعي. ارجع عن منازعة ربك تكون موحدا، واعمل بأركان الشرع تكون سنيا، واجمع بينهما تكون محققا. وإذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنهما في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهد. ثاني الشروط هو أخذ الطريقة عن المربي الحي وصحبته لوجه الله تعالى، لا لحظ من الحضور، بل عبودية محضة لله تعالى ومحبة في ذاته العلية وموالاة لأوليائه. وهنا ينبغي أن نقول أن التربية الكاملة لا تتحقق عند القوم إلا بصحبة المربي الحي، لأنه كما يقول الشيخ مولاي العرب الدرقاوي في رسائله: لو كان الانتساب للأولياء الأموات كاف في التربية لاكتفى الجميع بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ روحه هي أعظم روح مربية على الإطلاق.
وقد أكد الشيخ أحمد العلاوي على هذه القاعدة الأساسية في مواقع عديدة من كتابه المنح القدوسية. وقد أمست هذه القاعدة مهملة مع الأسف عند الكثير من المنتسبين للطريق الصوفي فضلاً عن غيرهم، وبإهمالها تتقهقر الطريق من مستوى الترقية والتربية إلى مستوى التبرك أو الإرشاد في أحسن الأحوال. ثالث الشروط هو التزام المريد ما يرشده إليه مربيه التزاماً كاملاً، وأول هذه الالتزامات بعد الانتهاء عن المحرمات والمكروهات وأداء الفرائض والسنن هو ورد الذكر الذي هو أول الأركان الأربعة للطريقة، وثلاثتها الباقية هي العلم والمذاكرة والمحبة. وأوراد الشاذلية المختارة في الطريقة العلوية هي كما يلي: أولاً الورد اللازم الذي يقرأ مرة في الليل وأخرى في النهار، ويتمحور حول الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا حمد على كل شيء قدير، وسورة الواقعة وتلاوة جزء من القرآن والدعاء. وهناك أوراد غير لازمة، أي لا يلتزم بها إلا من طلبها، كصلاة الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش وأحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي والصور القرآنية وأحزاب أخرى والأسماء الحسنى، وخاصة الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما الورد الدائم الذي ينبغي للمريد أن يلتزم به حتى يمتزج بدمه ولحمه وجميع جزئياته ظاهرا وباطنا، فهو كلمة التقوى الطيبة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، حيث يتدرج ذاكرها من توحيد الأفعال في علم اليقين إلى توحيد الصفات في عين اليقين إلى توحيد الذات. وقد أجمع المربون في كل زمان على أن مفتاح الولاية الكبرى والسير هو هذا الاسم المفرد الكافي لقوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر، أليس الله بكاف عبده، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاعا. وهذا الانقطاع يكون في البداية في الخلوة بإشراف الشيخ، ثم بعد قطع مراحل لازمة لكل سالك يولد إثرها في عالم الملكوت، يخرج الفقير لجلوة فأينما تولوا فثم وجه الله. ويكثر السالك من ذكر الاسم بعدد أنفاسه مترقيا في معارج القرب والمعرفة إلى ما لا نهاية، تحققا بقوله تعالى: وقل رب زدني علما. ولهذا كان مدار السير والسلوك في الطريقة العلوية وطبيعها الرئيسي وعمودها الأساسي كغيرها من فروع الدرقوية التوجه إلى الله تعالى بذكر الاسم الأعظم المفرد. وقد ألف الشيخ أحمد في مشروعية وأهمية ذكره رسالة عنوانها القول المعتمد في مشروعية ذكر الاسم المفرد. وحتى يكون الذكر مثمرا ومعراجه متواصلا دائما يجب أن يتوفر معه دوام الحضور بتركيز الفكرة وسرعة سير المريد وقوة وفيضان العلوم والأنوار عليه تابعة لاستدامة الفكرة وصفائها وقوة الاستعداد ووسعه. وقد لخص هذه المعاني مولاي الشيخ العربي الدرقاوي في إحدى رسائله حيث يقول: مخالفة الهوى تجلب الأفكار، والأفكار تنتج العلم الوهبي حقا، والعلم الوهبي ينتج اليقين الكبير، واليقين الكبير ينفي الشكوك والأوهام بالكلية ويزج بصاحبه إلى حضرة الملك العلام. فالطهارة ومخالفة الهوى وترك ما لا يعني هي منابع صفاء الفكرة التي هي مفتاح السير. فإن قيل ما هي الفكرة التي ينبغي التركيز عليها خلال الذكر؟ فالجواب أن الفكرة تختلف حسب المقام. ويتكلم الشيخ أحمد العلوي عن كيفية الفكرة في السير بالاسم الأعظم فيقول ويتكلم عن شيخه محمد البوزيدي كيف تم سيره على يديه بأي كيفية، فيقول: أما السير الغالب الذي كان يعتمده، يعني شيخه بوزيدي، واعتمدناه نحن من بعده أيضا، فهو أن يكلف المريد بذكر الاسم المفرد مع تشخيص حروفه حتى ترتسم عن الحروف في مخيلته، ثم يأمره ببسطها وتعظيمها إلى أن تملأ الحروف ما بين الخافقين، ويديم الذكر على تلك الهيئة إلى أن تنقلب صفاتها إلى شبه النور، ثم يشير له بالخروج عن هذا المظهر بكيفية يتعذر التصريح بها، فينتهي روح المريد بسرعة مع تلك الإشارة إلى خارج الكون ما لم يكن المريد قليل الاستعداد وإلا احتاج إلى تصفية وترويض. وعند تلك الإشارة يقع للمريد التمييز بين الإطلاق والتقييد، ويظهر هذا الوجود مثل الكرة أو القنديل معلقا في فراغ معدوم البداية والنهاية، ثم يصير يضعف في نظره مع ملازمة الذكر ومصاحبة الفكر إلى أن يصير أثرا بعد عين
ثم يصير لا أثر ولا عين، ويبقى على تلك الحالة حتى يستغرق المريد في عالم الإطلاق ويتمكن يقينه في ذلك النور المجرد. والشيخ في جميع ذلك يتعاهده ويسأله عن أحواله ويقويه على الذكر حسب المراتب، حتى ينتهي إلى غاية يشعر بها المريد من نفسه ولا يكتفي منه إلا بذلك. فإذا تمت غاية المريد في هذا المشهد حسب المشارب من قوة وضعف، يرجع به إلى عالم الشهادة بعد الخروج عنه، فينقلب في نظره على خلاف ما كان عليه، وما ذلك إلا لإشراق بصيرته، وكيف ما كان لا يراه إلا نور على نور. ويتلوه التمييز بين المشاهد، فيصير يعطي المراتب حقها ويوفي المقامات قسطها. ثم أقول، يعني دائما كلام سيد أحمد العلوي رضي الله عنه، ثم أقول إن المسلك الذي ذكرناه عن أستاذنا رضي الله عنه هو الذي اعتمدناه في طريقتنا وسيرنا عليه أكثر أتباعنا، لأننا وجدناه أقرب المسالك في طريق السير إلى الله. هذا هو صميم لب السير والتربية في الطريقة العلوية كغيرها من فروع الطريقة الدرقوية الشاذلية. فإن قيل ما هي مراحل الترقي في هذه التربية بالاسم الأعرب؟ جواب الله أعلم. لهذا الترقي محوران متكاملان. الأول محور ذوقي وجداني يتدرج فيه الفقير في معارج ولاية الرحمن عبر مقامات النفس، من الأمارة بالسوء إلى اللوامة إلى المطمئنة، فالراضية فالمرضية فالملهمة والكاملة. هي كيفية الإشراق التي تزج بالمريد في أول قدم في وحدة الأفعال، هل من خالق غير الله؟ ووحدة الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي عين هذا المقام الإحساني تتهذب تدريجيا روح الفقير بالتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتغذى بالزيادة في التحقق بعلوم القرآن العظيم التي لا نهاية لها. أما المحور الثاني في الترقية فهو شهودي عرفاني، وهو عبارة عن معراج السالك عبر مراتب الوجود، ملكا فملكوتا فجبروتا، ثم حضرات الأسماء والصفات، ثم إطلاق الذات في جمعية الإنسان المحمدي الكامل، تحقيقا لقول الشاذلي: الطينة أرضية والنفس سماوية والقلب كرسي والروح عرشي والسر مع الله بلا كيف ولا أين. وفي هذا المعراج يتحقق السالك بحقائق القرآن في ذاته حروفا وكلمات وآيات وصورا، وغايته التحقق بالصلاة الأحمدية الدائمة في حضرة فاسجد واقترب. هذا هو معنى التأصيل عند القوم، وعند التمكين فيه يكون صاحبه أهلا بعد ذلك. هذا شرط البعد العمودي، ثم يأتي الأفقي. وعند التمكين فيه يكون صاحبه أهلا للقيام بالتجديد المناسب للزمان وأهله، وهو ما عبر عنه المربي المجدد الكبير دفين عباد الإمسان الشيخ سيدي شعيب أبي مدين في قوله: من علامة صدق التوجه إلى الله الفرار عن الخلق، ومن علامات صدق الفرار عن الخلق وجود الحق، ومن كمال وجود الحق الرجوع إلى الخلق. قوس العروج وقوس الرجوع، أي الرجوع بالإرشاد والتربية والدعوة إلى الله على بصيرة. فيقيل: أين نجد هذه القيادة الروحية النادرة؟ فالجواب في قول الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه: اللهم لن تخلو الأرض من قائم الله بحجته. وفي عصرنا هذا الذي فشلت فيه أكثر الحركات المنتسبة للإسلام، تفطن العديد من العلماء والدعاة إلى سبب فشلها وإلى مكمن الداء في الأمة، ألا وهو انحصار أو فقدان التربية الروحية. وقد ظهرت بحمد الله في السنين الأخيرة مكتوبات ممتازة تقدم المفاهيم الصوفية بلغة وأسلوب مناسبين للعقلية السائدة اليوم. فالتجديد يستلزم مثل ذلك، كما يستلزم الشجاعة في نبذ ذلك الدخن الكثير والركام الكثيف الذي أحاط بالمفاهيم الصوفية. وكمثال أذكر في هذا الإطار ما كتبه الشيخ سعيد حوى، وهو معدود من زعماء الصحوة الإسلامية في عصرنا هذا، وقد أخذ الطريق عن الشيخ محمد الهاشمي التلمساني الذي هو خليفة الشيخ أحمد العلاوي في دمشق وسوريا كما هو معلوم. يقول في كتابه تربيتنا الروحية، ألخص ما يقوله، خلاصة ما يقول: إن 90% من الأمة الإسلامية خلال قرون متعددة لهم صلة بالتصوف وأهله بشكل من الأشكال، ولا زال التصوف وأهله حتى الآن هم الذين يصلون إلى بيئات ومناطق لا يصل إليها غيرهم. ولا يكفي أن تبين الخطأ في شيء، وإنما عليك أن تبين الصواب وأن تقدم البديل الصالح للمبدل الخاطئ،
وإن عصرنا عصر الشهوة والنزوة والمادية، ولا بد من مقابلة هذه الأشياء بما يكافئها. وبجزم أقول، يعني سعيد حوا، وبجزم أقول إن التربية الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك. فالشهوة لا يحل مشكلتها المقالة وحده، بل لابد من الحال، ولا بد من البيئة والتربية. والمادية لا يكافئها الكلمة وحدها، بل لابد من الشعور والذوق والإحساسات الإيمانية مع المقال. والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها، بل يعالج بالإخبات لله والتقوى والورع والأدب. وهذه طريقتها العملية التصوف. لقد جربت كثيرا ونادرا ما وجدت كمالا في النفس أو إحسانا في السلوك أو قدرة على التعامل العاقل إلا وجدت تربية إسلامية صوفية صافية. وذلك لأن مفاتيح النفس البشرية إنما هي في هذه التربية وأصولها وقواعدها. لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النفس، وتخصصوا لذلك، وفطنوا لما لم يفطن له غيرهم، وقامت لهم فيه أسواق من التجارب الثرية في كل عصر. فما لم يأخذ الإنسان عنهم تبقى نفسه بعيدة عن الحال النبوية. إن الصوفية هم الذين ملكوا العلم الذي تتهذب به النفس في علاقتها مع الله وفي تعاملها مع الناس. الخلاصة، خلاصة القول، إن انفتاح حاضر الزوايا الفعلية الحقيقية مع شيوخ التربية والترقية وسلوك طريقة التربية الروحية عندهم، هذا هو المركز اللي منه تنشأ كل الدوائر الأخرى. وبفقدان هذا المركز كما قلنا تتقهقر الطريق إلى التبرك أو إلى الإرشاد في أحسن الأحوال. ثم بالتركيز على تعليم القرآن العظيم والعلوم الشرعية والعلوم اللغوية موازاة مع التعليم العصري الحديث، بتجديد تقديم مفاهيم التربية الصوفية وتصحيحها بأسلوب حكيم يراعي العقلية المعاصرة والعلماء الكاسحة، بتنسيق مختلف المجهودات التي يقوم بها رجال الزوايا والعاملون في ميادين التربية الروحية في شتى أنحاء العالم، والحمد لله هذا الملتقى يجسد مثل هذا التوجه، بحيث تكون كل الجهود متكاملة في إطار توحيدي متجه نحو تحقيق المصالح العليا للأمة بل للإنسانية جمعا. وأخيرا بإشعاع روح الحب، فدين الإسلام هو دين الحب، وخصوصية نبيه هو أنه حبيب الله. وأخيرا بإشعاع روح الحب والأدب والتسامح والأخوة بين جميع عباد الله، وفق قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. مش وقل لعبادي يقولوا ما هو حسن، التي هي أحسن بصيغة الأفضل. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم. Donc j'ai choisi de parler sur l'éducation car c'est le centre de la transmission de toutes les autres activités. Sans éducation, il n'y a pas d'activité ou bien les activités sont mortes. C'est l'éducation reçue de Sidi Ahmed Alaoui de la part de son maître Sidi Ahmed Bouzidi qui témoigne aujourd'hui, qui a donné naissance à ce colloque. L'homme en tant que khalifa et khalifa de son entourage et la propreté de son entourage révèle la propreté de son intérieur. Si l'entourage n'est pas propre, alors ça veut dire que l'intérieur qui doit se remettre en cause. L'extérieur est l'image de l'intérieur. Alors l'éducation fait son effet, car l'éducation est vivante. Quand l'éducation est vivante, il y a Sidna Abdelhassan Chadouli qui est la source et l'origine des voix Sophie, a donné naissance des écoles d'éducation et en témoigne de la tariqa Darqawiya qui a véhiculé pendant 2 siècles des valeurs universelles. Ces chaînes d'or de transmission entre tous les machaïrs, tous les maîtres à travers l'histoire de l'humanité est telle qu'on voit aujourd'hui la voie Alawiya à travers les enseignements de Cheikh Sidi Ahmed Alaoui, à travers ses écrits, et je cite parmi ses écrits, le livre « Les dons sanctueux » Minah al-Qudusiya, ou « Les sagesses célestes » le Mawad al-Ghaytiya, ou « Mi'raj al-Salikin » l'ascension du cheminant. Et je témoigne avec des paroles d'Abbas Mahmoud al-Aqad, un grand écrivain égyptien, qui a dit que l'intelligence personnelle ne dépend pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur et qui dépend de cette formation spirituelle et éducation spirituelle. On n'a pas besoin d'un renouveau, mais il faut des concepts. C'est-à-dire que les Sophies, ils n'ont pas choisi d'autres concepts, mais ils ont invité à une nouvelle compréhension de la religion.
Alors, et le Sidna Ali, ou le Coran, il dit, qu'il soit parmi vous une communauté qui parle, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. La relation de verticalité et d'horizontalité nous invite à voir que dans les voies Sophie, il y a trois degrés. Il y a la voie de bénédiction, la voie de le guidisme, l'irshad, et la voie de la réalité. La voie de bénédiction, c'est l'islam, l'irshad, le guidisme, c'est l'iman, et la réalité, c'est l'ihsan. Sidi Ibn Ata'illah, il dit dans ses traités relatés par Sidi Ahmed Al-Alawi, ton maître, ce n'est pas celui qui t'invite à entendre, mais celui qui t'amène à faire et à être avec toi. Et celui qui te sort du prison, de ta passion, à la rencontre de ton Seigneur. En grosso modo, les conditions de l'éducation, elles sont instaurées en deux parties. La première des choses, l'engagement du respect de la loi de la charia. Celui qui invite à la voie de Dieu, hors la voie mohammedienne, et à doit être rejeté. La deuxième condition, prendre le rattachement auprès d'un maître vivant, c'est le rattachement parce que, comme il a dit lundi maître, si le rattachement avec les maîtres morts suffit, il ne suffira d'être rattaché à l'âme de Sidna Mohammed. Et l'engagement de respecter les obligations de la tariqa telles que le dhikr, les liturgies, le wird, la science et la discussion. Et parmi les choses qui sont dites par Sidi Ibn Abou Mdian Raout, la sincérité du disciple, c'est de fuir la création. Fuir la création, et se manifeste à travers l'existence de cette présence divine. Et cette présence divine, elle se manifeste quand le disciple retourne vers les gens. Et on voit ce cercle de partir pour revenir. Alors l'islam, de nos jours, on voit que l'islam, il manque de cette éducation spirituelle, d'où le monde musulman dans ses difficultés. Mais celui qui doit être un maître, il doit avoir le courage et de dire et de dépoussiérer tout ce qui vient pour envelopper ou bien voiler la réalité. Il ne faut pas souligner les défauts, mais il faut proposer les solutions. Et là, pour arriver à l'état mohammedien, être en bonne relation avec le Seigneur et en bonne relation avec autrui. En général, en résumé, le sophisme, c'est une action et c'est une science par l'action au quotidien.